خلينا نكمل كلامنا عن الرياضه، ونكمل كلامنا امبارح كمان عن ماتش الاهلي. الاهلي حسم كاس مصر بفوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف. اتقدم بيراميدز في الدقيقه 71 وقدر كهربا يرجع بعد دقيقتين، وبعد كده لجأوا الوقت الاضافي علشان حمدي فتحي يحسم كفه الاهلي بالهدف الثاني، وده كان في الدقيقه 105. الاهلي حافظ على الفوز وحقق الكاس ال 38 بمسيرته الكرويه. يا مصطفى، الف مبروك للنادي الاهلي. وخلينا نقول ان في قمه كرويه مرتقبه ما بين يعني القلعتين الحمراء والبيضاء. الاهلي على موعد مع نادي الزمالك في نهائي السوبر اللي هيقام في ابو ظبي خلال شهر مايو. خلينا نتكلم اكتر عن فوز الاهلي في اخر هذه المباراه، وفوزه ايضا بكاس مصر، وما يستجد على الساحه الرياضيه بالنقاشات حول هذا الامر بصحبتنا الناقد الرياضي الاستاذ حمدي الحسين. نورنا في الاستوديو، صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. خلينا نبتدي كده ونقول الماتش كان بدايته مقفول، اللعب كان مقفول، كان في كتمه كده في الملعب وما ابتدتش تفك غير بعد جون بيراميدز. ليه القفله دي؟ كل فريق قاعد بيتحسس طريقه بيشوف ايه اللي بيحصل، ولا ايه اللي كان حاصل؟ هو الحقيقه القفله دي كان ليها اسباب، يعني انه المباراه مهمه جدا للطرفين. النادي الاهلي السنه اللي فاتت طبعا كان فقد الدوري للسنه الثانيه على التوالي، وكان فقد الكاس لصالح نادي الزمالك. بيراميدز من اول ما تاسس او تغير المسمى بتاعه وهو بيوصل لنهائيات سواء في الكونفدراليه او في كاس مصر وما بياخدش بطوله، فطبعا كان مهم جدا بالنسبه لهم امبارح ان هم ياخدوا بطوله. اضافه الى ان اسلوب لعب كمان المدرب بتاع بيراميدز دلوقتي اللي هو جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي، هو بيميل الى التحفظ الدفاعي والتقفيل يعني، وبعد كده بينقض على المنافس بهجمه مرتده او بيسجل هدف ويقدر ان هو يحافظ عليه. فدول سببين مهمين قوي، التحفظ اللي كان في اداء بيراميدز في الفتره الاولى من المباراه، اضافه الى اهميه المباراه وحساسيتها بالنسبه للفريقين. كل فريق عايز يفوز باللقب، فما كانش في نوع من المغامره. يمكن ابتدت المغامره من نص الشوط الثاني كده بالنسبه للفريقين، لانه لازم حد يكسب المباراه كاس. احنا بقينا بعد نص الشوط لقينا مباراه ثانيه بالظبط كده، لانه خلاص المباراه لازم تنتهي بفوز احد الطرفين. التحفظ بتاع الشوط الاول والفرص القليله قوي اللي سنحت سواء للاهلي او بيراميدز وخصوصا للنادي الاهلي وضيعها اللعيبه وعلى راسهم يعني محمود عبد المنعم كهربا، تحولت بعد كده بقى الى مغامره ولفرص كتير. وكمان بيراميدز ابتدى يتخلى عن تحفظه الدفاعي وسجل هدف، يعني كان صاحب المبادره. الحقيقه ان جول بيراميدز هو اللي حرك طبعا هو اللي حرك المباراه تماما، المياه الراكده في المباراه بالظبط. اضافه كمان الى انه جاي في وقت مش سهل، انه يجي قبل 19 دقيقه من نهايه المباراه كان توقيت النموذجي بالنسبه لبيراميدز وتوقيت صعب قوي على لعيبه النادي الاهلي، فزود الحافز عند الاهلي قوي. لكن انا بقول برضو ان سرعه التعادل بتاع النادي الاهلي ان هو يسجل الهدف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، وهو بالمناسبه كان في شك في الاول ان هو هيتحسب لياسر ابراهيم والفار اتدخل فيه وكانوا بيشوفوا لو اوفسايد ولا لا، وبعدين احتسب الهدف واحتسب لكهربا. سرعه تسجيل هدف التعادل هو ده اللي خدم النادي الاهلي، يعني ما تاخرش. لو اتاخر شويه ربما كان بيراميدز قدر ان هو يقفل اكتر من كده ويحافظ على هدف الهدف الاحمر. صحيح. طيب الفار امبارح كان عامل دور جامد جدا في المباراه وفي تحقيق التوازن اللي موجود. طبعا المواقف اللي حصلت كلها نقدر نقول عليها الفار كان حاسم جدا في هذه النقطه. هو انا بس عايز اقول انه وجود الفار الحقيقه مهم جدا جدا تقنيا، لا شك انها بتساهم في تحقيق العداله سواء في الكرة المصرية أو على مستوى العالم في أي دوري. وشفنا الفترة القليلة اللي غاب فيها الفار لبعض المشاكل يعني أو المستحقات بتاعة الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفار، شفنا أن كان في بعض المشاكل التحكيمية طبعا غير المقصودة، ما هو الحكم بشر وبيغلط. تقنية الفار لما بتبقى موجودة الحقيقة بتساعده جدا، فكان وجودها امبارح مؤثر للغاية وحاسم جدا جدا. يعني كان في ركلة جزاء للنادي الأهلي تم احتسابها من جانب الحكم أمين عمر، اتدخل فيها الفار وقال ان الكوره مش ركله جزاء، وراح طبعا شافها الحكم. هو في النهايه صاحب القرار بالمناسبه، يعني ممكن يرجع للفار ويشوف اللعبه وياكد قراره، لكن هو اقتنع باللي قاله له حكام الفار يعني او الحكم والحكم المساعد في تقنيه الفار،
كمان في لقطه هدف كهربا، وده كان هدف التعادل زي ما قلنا، وكان جاي بسرعه جدا بعد هدف بيراميدز، فكانت تدخلات الفار امبارح مؤثره جدا في المباراه. لو اتاخر جون كهربا شويه كانت الامور هتبقى اصعب على النادي الاهلي جدا، خصوصا مع مدرب زي جايمي باتشيكو. هو مدرب بيميل الى التامين الدفاعي اولا، حافظ جدا جدا على شباكه نظيفه، وبيحاول ان هو يخطف هدف، وده عمله فعلا ونجح فيه لحد الدقيقه 73 لحد ما هدف كهربا اتسجل. اعتقد انه لو الهدف كان اتاخر شويه حتى مثلا نقول الدقيقه 80 او اكتر من كده، كان بيراميدز هيقفل دفاعاته وهيبقى صعب جدا على النادي الاهلي ان هو يتعادل. امبارح كان في وفره في البطاقات الملونه اثناء المباراه، 10 بطاقات على مدار المباراه كلها، 9 بطاقات صفراء وبطاقه حمراء واحده. امبارح كان في يعني سهوله في الاستخدام، ولا كان سير اللعب بيجبر الحكم على ان هو يستخدم هذا الكم من البطاقات؟ لا الحقيقه انا بقول انه توتر اللعيبه نظرا لاهميه المباراه، لانها طبعا مباراه ببطوله، فاللعيبه كانوا نازلين متوترين جدا، وكان الحماس في بعض الاوقات زايد حبتين يعني. فطبعا يعني كان الكابتن امين عمر موفق في استخدامه تقريبا لكل البطاقات اللي خدها، وخصوصا البطاقه بتاعت محمد عبد المنعم في الدقيقه 117. ايه رايك في سلوك محمد عبد المنعم؟ طبعا سلوك مرفوض جدا، هو نفسه اعتذر عنه بعد المباراه. يعني ما فيش اي داعي لان انت في كره زي دي تقريبا كره ميته، او بطاقه بنقول عليها بطاقه مجانيه، ان انت تضرب المنافس بدون كوره. فطبعا كان يعني اعتقد ان هو سلوك مرفوض تماما. محمد عبد المنعم لازم ياخد درس من البطاقه دي، لان كان ممكن تغير نتيجه المباراه تماما. بيراميدز ضغط على النادي الاهلي في الدقايق الاخيره من الشوط طبعا الاضافي الثاني، وكان بيمثل خطوره كبيره جدا، وفي الوقت بدل الضايع كمان كان ممكن يتعادل، ولو تعادل كان هيروحوا لركلات ترجيح. تخيل لو بطوله ضاعت من النادي الاهلي بطوله كامله علشان تهور لاعب، فهو اعتذر عن ده. وانا كنت سعيد جدا لما النادي الاهلي وقع عليه عقوبه فوريه بعد المباراه واعلن عنها. النادي الاهلي في اوقات بياخد عقوبات ضد لاعبين وما بيعلنش عنها، امبارح كان حريص جدا ان هو يعلن، لانه الخطا كبير، لتكون عبره حتى، وتكون عبره سواء لمحمد عبد المنعم في المستقبل، وده نتمناه ان هو لاعب دولي مهم ولازم يستفيد من الكلام ده، لانه ممكن يتكرر مع منتخب مصر. فكويس جدا ان النادي الاهلي عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اعلن مباشره بعد المباراه، خصوصا يعني ان النادي الاهلي كان في فرحة كبيرة، كان ممكن يستنى للنهاردة أو بكرة صح ويعلن، فكويس قوي إن هو أعلن بعد المباراة. استبق الموضوع يعني. بالظبط. زي ما كان في وفرة في البطاقات إمبارح، كان في برضو وفرة في التبديلات، يمكن تم استخدام التبديلات كتير جدا والأهلي خلص تبديلاته. هل ده بقى بسبب خشونة اللعب إنه كان مجبر على تبديل اللاعبين المصابين إمبارح؟ هو أول تغيير طبعا كان اضطراري لما أصيب رامي ربيعة، وبالمناسبة بنطمن جمهور النادي الأهلي إن هو عمل أشعة ما بين الشوطين على طول، لأن كان أصيب في الشوط الأول فعمل أشعة على طول، لأنهم كانوا شاكين لا قدر الله إن يبقى فيه كسر أو شرخ. أيوه. فالحمد لله يعني الأشعة أثبتت إنه ما فيش حاجة صعبة، وإن هو هيرجع سريعا للملاعب بإذن الله. فالتغيير الأول كان اضطراري، لكن الحقيقة أنا بحب برضه أشيد بياسر إبراهيم. في لعيبه بتيجي زي ما بنقول من الدار للنار وبتتالق، جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني ما حسوش باي فرق ما بين اللاعب اللي خارج اللي كان بادئ اساسي اللي هو رامي ربيعه، وياسر ابراهيم لما نزل ادى اداء طيب جدا. بعد كده كانت تغييرات فنيه وتكتيكيه، واعتقد ان مارسيل كولر تالق فيها يعني، وقدم مباراه كبيره كمدرب. في المقابل كان برضه بيراميدز عنده لعيب مهم قوي عبد الله السعيد خرج مصاب، فلا شك ان الاصابات امبارح كان ليها دور في مساله التغييرات الكتير والمبكره يعني. طيب النهارده الاهلي كده اخذ كاس مصر بلغه الارقام، بلغه الارقام القياسيه، خلينا اكتر يعني ايه تحديدا، الاهلي النهارده دي البطوله الكام؟ بتوازيها ايه؟ هيعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ توقعاتك طبعا لقمه السوبر ما بين الاهلي والزمالك في ابو ظبي. ولا شك طبعا ان النادي الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه محليا وافريقيا، دي البطوله 38 بالنسبة للنادي الأهلي على مستوى كاس مصر، عنده في على مستوى الدوري اللي هي البطولة الرئيسية 43 بطولة، على مستوى تشامبيونز ليج 10 بطولات ما شاء الله. إجمالا النادي الأهلي عنده 24 لقب قاري، وهو بيجي في المرتبة الثانية عالميا بعد ريال مدريد، كلها أرقام الحقيقة مميزة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. لا شك أنه وصول النادي الأهلي لمباراة السوبر أمام الزمالك ده يعني السيناريو النموذجي للكل، سواء لمشجعي الفريقين، مشجعي الكرة المصرية، المشجعين الكرة المصرية في الوطن العربي بشكل عام بيحبوا يشوفوا المباراة دي، فده سيناريو نموذجي ومثالي. إن شاء الله المباراة تكون
5 مايو في دولة الإمارات الشقيقة، ودايما بنستمتع بمباراة السوبر لما بتكون ما بين الأهلي والزمالك الحقيقة، ونتمنى ان احنا نشوف مباراة تليق بانها تكون قمة الكرة المصرية. صحيح الزمالك مش في افضل مستوياته، لكن في المباراة دي بالتحديد ما بيبقاش لها معايير سابقة، يعني ممكن جدا نلاقي فريق اقل في المستوى ونلاقيه بيفوز ونلاقيه يعني بيتحول الى فريق اخر. هي كرة القدم كلها مفاجآت. بالظبط. فمباراة ان شاء الله نتمنى انها تكون ممتعة. عايز اقول انه كمان المباراة بتاعت امبارح بروفة قوية جدا جدا ومهمة للنادي الاهلي بالنسبة للموقع الافريقية اللي جاية. النادي الاهلي هيلعب في ربع النهائي مباراة الذهاب يوم 22 ابريل ان شاء الله استاد القاهرة امام الرجاء المغربي، والمباراة دي هتكون الساعة 9 مساء. الاتحاد الافريقي حدد للنادي الاهلي انها تكون الساعة 9 مساء. اسلوب لعب الرجاء المغربي خارج ملعبه قريب جدا من اللي عمله بيراميدز امبارح، فدي بروفة قوية جدا للنادي الاهلي على السيناريو اللي هيواجهه في المباراه الافريقيه ان شاء الله. ده اللي كنت عايز اسال فيه. لو جينا امبارح نقول مباراه كولر باتشيكو امبارح، مين فيهم اللي اجاد استخدام ادواته؟ مين فيهم اللي كان قاري الملعب صح؟ مين فيهم اللي عرف يعمل تغييرات تتناسب مع اللي الخصم عمله؟ لا شك انه مارسيل كولر تفوق، لكن انا برضو عايز اشيد بجايمي باتشيكو لان عنده اسلوب لعب مميز وبيفرض الاسلوب ده على اي منافس. صحيح هو بيميل شويه الى التحفظ الدفاعي. لا هو من وجهه نظره ما بيموتش اللعب، لا هو الراجل. القفله دي ايه؟ القفله دي هو عارف قيمه المنافس. ما يقدرش يفتح اللعب امام النادي الاهلي. اللي بيفتح اللعب امام النادي الاهلي عنده طبعا، الاهلي عنده عناصر مؤثره وخطيره جدا. لو فتح اللعب قدامه كان ممكن المباراه انتهت من شوطها الاول. فهو طول السيناريو بتاع المباراه وكان ممكن بس كان ممكن يركن على اللعيبه المهاريين اللي موجودين عنده في بيراميدز. هو حاول يعمل ده، لكن الحقيقه كان النادي الاهلي موفق جدا في ايقاف خطوره العناصر المميزه قوي عند بيراميدز، سواء رمضان صبحي او ابراهيم عادل او عبد الله السعيد. لكن برضه انا بقول انه النادي الاهلي محظوظ بخروج عبد الله السعيد من المباراه مصاب، لانه عبد الله لعيب عنده خبرات كبيره قوي، والحقيقه في مباريات النادي الاهلي بالتحديد بيظهر بمستوى مختلف ومميز جدا. فخروجه لا شك انه كان من حظ النادي الاهلي وساهم في انه تقل خطوره بيراميدز في المباراه. تقييمك ايه لحراس المرمى في المباراه؟ الاثنين كان عندهم اخطاء مؤثره، لكن اخطاء احمد الشناوي كانت اكبر، يعني خصوصا في هدف الفوز للنادي الاهلي. يعني احمد الشناوي حارس دولي كبير قوي، لما يخرج في كره زي دي وما يمسكهاش ويسهل على مهاجم النادي الاهلي او لاعب الوسط حمدي فتحي اللي سجل الهدف، سهل عليه قوي المهمه كده. لا طبعا ده خطا ما يصدرش عن لعيب بالحجم ده وحتى في الهدف الاول برضه كان يتحمل جزء من المسؤوليه، لكن الهدف الثاني مسؤوليته مباشره عنه. الشناوي برضه محمد الشناوي بقى كان عنده بعض الاخطاء، لكن في المقابل تصدى لكرات صعبه. فنقدر نقول انه الحارسين كان عندهم بعض الهفوات، لكن احمد الشناوي كانت اخطائه اكبر بكتير. طيب في مشهد بقى امبارح في الاستاد كان مميز جدا، كنا مفتقدينه جدا، وبقالنا فترة ابتدينا نفرح تاني، عودة الجماهير وشكل الجمهور اللي يشرح القلب كده، واعتقد ان ده انعكس قوي على اللاعبين في المباراة بلا شك. يمكن الملحمة دي اللي احنا شفناها امبارح كانت ابتدت في مباراة الهلال السوداني، لما النادي الاهلي ما شاء الله الملعب باستاد القاهرة كان مليان بجمهور العظيم، يعني وجماهير مصر كلها وجماهير الفرق الشعبية جماهير عظيمة جدا. طب. وما بتصدق ان يسمح ليها بانها تبقى يعني في الملعب بتعلن بقى بالتواجد عن نفسها. بالظبط. وطبعا هنا انا بشكر كل الجهات الأمنية وكل الجهات المسؤولة في الدولة عن انه الجماهير ترجع بالكثافة دي، حاجة عظيمة جدا، هي روح كرة القدم. يمكن مارسيل كولر عجبني قوي امبارح في المؤتمر الصحفي لما قال انا في مباراة الهلال السوداني جسمي كان بيقشعر كل 5 دقائق كده من أصوات الجماهير وشكلها، واتكرر المشهد ده أمام بيراميدز. يمكن العدد كان أقل شوية، لكن لا شك أنه جمهور كبير وكنا مستمتعين جدا بيه. الراجل قال أنا لما الملعب بيبقى فاضي ده بيساعدني في أن أنا صوتي بيوصل بسهولة للاعيبة النادي الأهلي، لكن أنا عايز الملاعب تبقى مليانة دايما في كل المباريات وصوتي ما يوصلش، مش مشكلة يعني. هو ده أكثر يعني ده حاجة بتحمسهم أكتر من صوت جدا. قال أن هو الجمهور وجوده هو الحافز الأساسي بالنسبة للاعبين، وهو لمس ده سواء في مباراة بيراميدز امبارح أو في مباراة الهلال السوداني اللي الحقيقة كان جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد فيها. النادي الأهلي كان وقوفه صعب جدا
في دور المجموعات في دوري الابطال. صح. والمباراه دي كانت حاسمه، بس هو الاهلي عرف يخرج ويطلع بلا شك، بس بنقول برضو ان وجود الجمهور بالعدد ده كان هو اللاعب رقم واحد للنادي الاهلي امام الهلال السوداني، وامبارح كان مؤثر جدا امام بيراميدز. ان شاء الله نتمنى في مباراه الرجاء المغربي انه برضو استاد القاهره يكون مليان بالجمهور. صحيح. دايما ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا حمدي الحسيني النقد الرياضي، شكرا لوجودك معانا وشكرا لتحليلك لمباراه الامس. شكرا جزيلا. شكرا. ومبروك للنادي الاهلي وجمهور